دكتور عبد الله عبد العزيز بهنسي، استاذ ورئيس قسم الامراض الباطنيه بكليه الطب جامعه المنوفيه. نتحدث، يسعدني ويشرفني ان اتحدث اليكم على هامش مؤتمر امراض الغدد الصماء والسكر 11 لوحده الغدد الصماء بكليه الطب جامعه المنوفيه، ورساله موجزه الى اهالينا مع اقتراب شهر رمضان. وبالنسبة لما يخص معظم مرضى السكر، وأود أن ألخص ما انتهى إليه المؤتمر في هذا المجال وما يفيد مرضى السكر. أولا، نوصي الجميع بالانتباه لهذا المرض نظرا لشيوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم، فالانتباه إليه من الأول، من البداية، من التشخيص المبكر. فيجب على كل شخص بالغ أن التحليل الدوري ويحلل السكر في الدم بصفة دورية، وخصوصا من هم يعني في وزن زائد واللي عنده زيادة في الوزن، فيجب أن هو يفحص السكر بتاعه بصفة دورية. أيضا الناس اللي هم لهم تاريخ مرضي إيجابي، يعني أحد الوالدين أو الوالدين عندهم سكر أو مرض السكر شائع في عائلته، يجب أن هو يذهب بصفة منتظمة إلى الطبيب أو إلى العيادات الصحية لفحص السكر، وبالأخص إذا عانى بعض الأعراض التي توحي بحدوث هذا المرض، مثل العطش بصفة غير مبررة، شرب الماء بكثرة، التبول بكثرة وخصوصا في المساء بعد الذهاب إلى النوم، ففي هذه الحالة أو نقص الوزن بصفة غير مفسرة، أو التهابات شديدة غير التي لا تستجيب للأدوية، فدي كلها علامات تقول ان ممكن يكون هناك مرض السكر، فيجب ان الانسان يقوم يعمل تحليل للسكر. الخطوه الثانيه، اذا مجرد ما يعرف الانسان ان هو عنده سكر، يجب ان هو يذهب الى طبيب متخصص، سواء في وحده صحيه، سواء في مركز صحي، سواء في مستشفى. كل المراكز الصحيه اليوم والمستشفيات فيها وحدات متخصصة لعلاج مرضى السكر، لأنهم بيضعوا المريض على بروجرام كامل من حيث تظبيط السكر واكتشاف الأعراض، المضاعفات السكر في مرحلة مبكرة جدا، وخصوصا تأثيرها على العين وعلى الكليتين وعلى الشرايين الطرفية والأوعية الدموية الطرفية والقلب. وبالتالي الموضوع مش تظبيط رقم السكر فقط والوصول به إلى النسبة المعقولة، ولكن إن هو السيطرة على مضاعفات السكر قبل حدوثها، ودي مش هيقدر يصل، مش هيقدر يحققها إلا فريق متكامل ومتخصص. فيجب أن الإنسان يذهب بصفة منتظمة إلى مراكز علاج السكر في المستشفيات والوحدات الصحية. أيضا هناك يعني أمور غير طبية غير دوائية، مثل تظبيط أو تقليل وزن المريض إذا كان وزنه زائد، ممارسة الرياضة بصفة منتظمة، والتوقف عن التدخين، والابتعاد عن الأكلات الدسمة والأكلات السريعة. وأيضا في حالة حدوث بعض المضاعفات، يجب أن المريض يذهب إلى المستشفى في صفة مبكرة، ويجب أن المريض أن هو لا يستقي أي معلومات إلا من الطبيب المتخصص، ما ياخدش أدوية غير معترف بها، وخصوصا الأدوية اللي هي الأعشاب، اللي ما يسمى بالأعشاب،
لان لم يثبت علميا بفاعليه هذه الادويه في تظبيط السكر. وفي حاله حدوث اي مضاعفات يجب ان يكون عارف المكان اللي يروح له بالضبط في الوقت المناسب. واخيرا نتمنى لاهالينا جميعا الصحه والعافيه والشفاء، ووقاكم الله جميعا شر الامراض، وكل عام وانتم بخير.